لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى آلك الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. ذاك المنى لو أن ذلك يحصل يا غريب يا لست أنساها، لست أنساها، ويا لهفي لها إذ ورى الباب لاذت كي توارى فتكرر الباب ولا تسألن عما جرى ثم وصار. لا تسلني لا تسلني كيف رض ضلعها، واسألن الباب عنها والجدار قرطيها لمن تثرت يا رسول الله، واسأل قرطيها لمن تثرت والعين لم تشكو حمرارا، وهل المسمار موتورا لها فغدا في صدرها يطلب ثارا، واسألن أعتابها عن محسن حيث فيها دمه راح جبارا. وقفت تتحدث عن آلامها وما جرى عليها، وهي تصيح لا تلومني لو هاجت احزاني يا سلمى، جنك ما تدري بالذي فعلت العدوى من لي خذوا حقي ولا راعوا الوصية، هجموا علي داري وساتر ما علي، والمرتضى جالس وعبرات أجرية ينظر بعين بابنا شفة والنيرة،
وسيدتي تقل لا تلومني ضلع انكسار بالباب قوة ما قصروا فينا عديمين المروة جلك ما تدري هالعبيد بياش سو سقطني المحسن وخلى الجسد نحلى وسيدته أنا ومن عاينت حدار ملبى بقايدي واسمع الشبل الحسن يصرخ راح ابونا غصب علي طلعت خافي يذبحوا تتيتم اولادي عقب فارس الفرس وايلي والد قل انا ضليت ادافع ضم بنتي يرحموني ما لو علي بصوت ضلوا يضربوني والله يا سلمان الضرب والرام امتوني خلي ازلزلهم ترى ما بيهم احسان والي قلها يا فاطم قلت الكرار روحي وعلى ابوك المصطفى بالدار نوحي صاحت يطلع علي الكرار لا تروح روحي هذا جزى المختار من عدهم يا سلمى ويلي نادت انا ما تخدرت مثلي فتاة ولا انذلت بالبشر مو يندفا بيت انحرق خد اللطم ضلع انكسر انا طلعت نادي عن علي المرتضى كف الطلب هذا البغر دين النبي بحبال كيف ينسحب رد لي ابويا ولا اختي شومتني يتورب ايوا بنت محمد الامر والمرجع لله ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين من كلام لسيدتنا ومولاتنا الصديقه الطاهره فاطمه الزهراء صلوات الله وسلامه عليها قالت وطاعتنا نظاما للمله وإمامتنا أمان من الفرقة من جملة الكلمات التي وردت عن الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء وما جاء في خطابها الذي أدلت به بعد رحيل رسول الله صلى الله عليه وآله هذه الكلمات التي أشارت من خلالها إلى طاعة أهل البيت عليهم السلام وبينت سر هذه الطاعة لأهل البيت والأمر الآخر أشارت
إلى أنه على أثر هذه الطاعة، ما الذي يكون لكل الناس بلا استثناء؟ قالت: وإمامتنا أمان من الفرقة. فأول شيء، الزهراء عليها السلام من جملة ما يستفاد من كلامها على أن المعتقد الذي يعتقد به الإنسان لا بد وأن يكون قائم على أسس صحيحة. يوم اللي يؤمن ويعتقد بالله، يؤمن ويعتقد برسول الله، يؤمن ويعتقد بكل ما جاء به رسول الله من عند الحق وهو الحق، يؤمن ويعتقد بأهل البيت، وهكذا كل واحدة من هذه المعتقدات المفترض أن يكون عند الإنسان دليل على هذا المعتقد حتى يكون هذا الأمر ثابت لا يتزلزل لا يتغير. لهذا أكو هناك أناس لأنهم لم يكن ليسلكوا الطريق الصحيح تجد في أن ما يعتقدون به هناك حالة من التخبط وحالة من الخطأ، والسبب يعود إلى ماذا؟ أولاً اتباع الظن واتباع الهوى. ولهذا الله عز وجل يقول لهذا الإنسان: ولا تقف ما ليس لك به علم. خلك إذا تريد أن تسلك الطريق الذي يريده الله بصورة صحيحة، ها؟ عليك أن تسلك الطريق بصورة صحيحة. كل ما يجب عليك أن تعتقد به المفترض يكون قائم على أسس. أما يجي هذا الإنسان يقول: والله هذا ما ألفينا عليه آباءنا، يقول: هذا غير صحيح. ولهذا أقل إشكال أقل سؤال يوجه إليه عيش هذا الإنسان حالة من التذبذب وحالة من التزلزل في هذا الجانب. لهذا الزهراء عليها السلام من إجت في كلماتها وتعرضت إلى فلسفة التشريع أبينت على أن المحور في كل ما يعتقد به الإنسان هو هذا: طاعتنا نظاماً للملة. لكن سؤال يطرح من خلال هذه الفقرة: ليش الزهراء أكدت على طاعة أهل البيت؟ يمكن واحد من يجي يسمع هذه الكلمة يقول: ما عسى أن تقول فاطمة في بعلها وفي أولادها، لابد وأنها رايحة تجر النار كما صور بعضهم وتصور إلى نفسها، ولهذا رايحة تعطي لعلي بن أبي طالب ولأبنائه الطيبين الطاهرين مكانة. وهذا الأمر كذلك قيل في رسول الله صلى الله عليه وآله. لكن نقول لمن الله عز وجل تعال اسمع الله ماذا يقول في طاعة أهل البيت: أطيعوا الله. يعني كلام الزهراء ليس ببعيد عما طرحه القرآن وأكد عليه: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. يا ترى ليش الله عز وجل فرض طاعة هؤلاء وقرن طاعتهم بطاعته؟ قال: أي واحد تتحقق منه الطاعة لرسول الله ولأهل البيت فهي طاعة لمن؟ طاعة لله سبحانه وتعالى. اللي يميز هؤلاء عن غيرهم لمن قالت طاعتنا مو طاعة أي أحد، طاعتنا إحنا. أولا قالت: لأن أهل البيت هم على معرفة برسول الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله، كل ما يحتاج إليه الإنسان يجده عند من؟ عند أهل البيت. ولهذا الله عز وجل لما يقول: فلينظر الإنسان إلى طعام، ماذا يعني بذلك؟ قال: فلينظر إلى علمه ممن يأخذه. لابد وأن يكون هذا الإنسان مستند إلى ماذا؟ إلى مستند صحيح حينما يأخذ العلم الذي يحتاج إليه في أصول دينه. ولهذا تجد هناك الترابط والتواصل بين كل أصل من أصول الدين حتى
حتى يكتمل إيمان الإنسان بالتوحيد لا بد وأن يعتقد ويؤمن بالنبوة، ولكي تتكامل عقيدة الإنسان في النبوة لا بد وأن يعتقد بالإمامة. أما أنه حينما يعتقد بالنبوة من غير أن يعتقد بإمامة أهل البيت لا يمكن ذلك. فالزهراء عليها السلام قالت طاعتنا نظاما للملة، يعني لأنه أولا أهل البيت على معرفة بكل ما جاء به رسول الله، ولهذا النبي يقول أنا مدينة العلم وعلي بابها، ومن أراد المدينة فليأتها من بابها، أو تقرأ في الزيارة الشريفة السلام عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة ومهبط الوحي ومعدن الرحمة وخزان العلم ومنتهى الحلم وأصول الكرم وقادة الأمم وأولياء النعم، عبرت عنهم بخزان العلم. فما كانت طاعتهم من فراغ، لا، إلا لأنهم حملت هذه الرسالة التي جاء بها رسول الله محمد. زين، ماذا تعني بطاعتنا نظام للملة؟ ملة ماذا؟ تشير إلى ماذا؟ قالوا هذا الدين، يعني الدين الذي فرضه الله وأمر الناس بالالتزام والتمسك به هو الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. الأمر الآخر أنها تشير إلى القوانين والأحكام اللي الله عز وجل فرضها على الإنسان. المطلوب منك أيها الإنسان أن تمتثل لأوامر الله، فتعمل بالواجبات وتنتهي عن المحرمات وفق لما جاء به رسول الله وأهل البيت عليهم السلام. زين، الأمر الآخر أنه احنا فهمنا، يعني ما كانت الطاعة اللي تتحدث عنها الزهراء بالنسبة لطاعة أهل البيت إلا لأنهم أعرف وأعلم بكل ما جاء به رسول الله، بس هذا لا. الأمر الآخر أن هذا اللي رايح يبين كل ما جاء به رسول الله متميز، له ميزة أيضا تميزه عن غيره. يمكن يجي واحد يبين أو يذكر ما جاء عن رسول الله لكن يحتمل في كلامه الخطأ ويحتمل في كلامه الصواب، وارد له لا. لكن هؤلاء اللي الزهراء أشارت إليهم وقالت طاعتهم يعني طاعة لله وطاعة لرسول الله لا يمكن أن يكون في كلامهم إلا الصواب، وهذا صريح القرآن في حقهم. آية التطهير من جملة ما يستفاد منها أنها أشارت إلى عصمتهم، فلا يصدر منهم الخطأ ولا يمكن أن يتصور فيهم السهو ولا يمكن أن يتصور فيهم النسيان. دائما وإذا هم ملمين بكل ما أمر به الله وما جاء به رسول الله محمد. بعد قالت، بعد أن قالت طاعتنا نظاما للملة وبينت، قالت وإمامته، إمامتنا إحنا، ها؟ أثر من آثار الاعتقاد بإمامتنا. يوم اللي يعتقد الإنسان بإمامة أمير المؤمنين يعتقد بإمامة الأئمة من ولده صلى الله عليهم أجمعين، فيها ضمان. ضمان إلى من؟ ضمان إلى كل هذه الأمة. النبي شنو من الأمور اللي أمر بها وأكد عليها وركز عليها؟ هو لم الشمل، جمع الكلمة، خلى كل هذه الأمة، ها، كما عبرت الزهراء فرأى الأمم فرقا في أديانها
عابدة لأوثانها، عاكفة على نيرانها، منكرة لله مع عرفانها، فأنار الله بأبي محمد. اللي كانت هكذا تعيش، حالة من الفرقة، حالة من الشتات، حالة من الضياع، حالة من الفوضى، الله جمعهم تحت راية من؟ تحت راية أهل البيت. قال هذه الأمة تجتمع وتكون على الحق إذا اجتمعت تحت راية أهل البيت. هذا ما جاء به رسول الله وما أكد عليه، لأن الله عز وجل يريد لهذه الأمة دائما تكون يد واحدة. واعتصموا بحبل الله ولا تفرقوا. لهذا أي واحد يجي يريد يوجد حالة من الفرقة بين الناس، حالة من الفرقة بين المسلمين، حالة من التشتت، حالة من الضياع، لابد أن يكون له منه موقف، لأن هذا خلاف ما جاء به رسول الله وما أمر به الله عز وجل. ففاطمة عليها السلام أكدت على هذا الأمر وقالت إمامتنا نحن أمان لكل الناس، حتى لا يعيش الفوضى ولا يعيش الفرقة ولا يعيش الضياع ولا يعيش الشتات، عليهم أن يلتزموا بإمامة أهل البيت. إذن محور كلام الزهراء في كل ما جاءت به هو هذا الأمر. كل هذا اللي فرضت، الذي أشارت إليه فاطمة عليها السلام، وبينت هذا الذي فرضه الله بدءا من حديثها، فجعل الله. ولهذا تلاحظ شلون تدرجت، أول ما بدأت تحدثت عن التوحيد، ثم انتقلت للحديث عن النبوة، تقول ترى أصول الدين سلسلة متواصلة، سلسلة متواصلة، فتحدثت عن النبوة ثم أشارت إلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله وفلسفة التشريع، حينما قالت فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشر، والصلاة تنزيها لكم عن الكبر، والزكاة تزكية للنفس، ونماء للرزق، والحج تشهيدا للدين، والصيام تثبيتا للإخلاص، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مصلحة للعامة، إلى أن قالت وطاعة نظاما للملة، وإمامتنا أمان من الفرقة. زين. ولهذا يوم اللي كانت فاطمة، يمكن بعضهم تصور كان همها الأول والأخير أن تطالب بحقها، شوفها لا شوفها، وإذا من إجت وبينت هذا الأمر وأكدت عليه وأشارت إلى أمير المؤمنين وقالت كل الآلام التي حلت وكل الرزايا التي جرت كلها إلى جانب، وما جرى على أمير المؤمنين إلى جانب. لهذا نسيت بعد أن كسر ضلعه ونبت المسمار في صدرها وأسقطوا جنينها، جرى عليها كل ما جرى، خلاص بعد اللي يخليها تطلع ليش كل هذا، كل هذا الدفاع المستميت، كل هذا الموقف الذي لم تكن لتتراجع عنه؟ قالت حتى أبين للناس عظمة الإسلام المتمثل في من؟ في رسول الله وما جاء به، وعظمة الإسلام في علي بن أبي طالب. لهذا حينما وقعت بين بابها ومحراب، بين بابها وجدارها، وإذا بها كسر ضلعها، نبت المسمار في صدرها، حلت عليها تلك الرزايا، أغشي عليها، أفاقت، فضة وين علي؟ فضة وين علي؟ قالت سيدتي أخذوه، أخذوه، ما تحملت، لاثت خمارها على رأسها وأقبلت تجر أذيال مصيبتها. اللي بحيث سلمان لما سألوه قالوا له صدق اللي صار على الزهرة، صدق اللي صار على الزهرة، ها كل هالآلام والمصائب حلت على قلب فاطمة؟ قال له بعد أزيدك
قال له شو اللي صار؟ قال وعجبا يستأذن الأمين وعجبا يستأذن الأمين عليهم ويهجم. قال سليم قلت يا سلمان هل دخلوا ولم يكن استئذان؟ فقلت إيه وعزة الجبار دخلوا وما على الزهراء من خماري لكنها لاذت وراء الباب رعاية للستر والحجاب فمدراوها عصروها عصرا نفسي أن تموت حسرة تقول يا فضة سنديني فورب البيت أسقطوا جنيني فأسقطت بنت النبي وحزنا ذاك الجنين المسمى محسنا. الله يا علي شاف كل هالمصائب اللي حلت على قلب فاطمة، علي مولاي لله صبرك لله قلبك. قال شلون انهضمت الزهراء وابو الحسنين حاميها عجب يصبر بين الباب تعصرها أعادي عجب صبرك يا داحي الباب تدري بالجرى والصار بيتك مهبط الأملاك وبابك يشب النار والله عجب يا كرار تدري بوكزة المسمار مسمار بصدر فاطم نبت والويل حل بيها حين المات بن عمك لفوليكم يا ابو الحملات نادوك بعجل دطلع وبايعنا نبيكم مات طلعت فاطم الدافع لطموها على الوجنة لطموها وعصروها عجب صبرك يا واليها ينفذ يوصل حدودك منك ما اختشوا لهاب تالي بعد بعد واعظم حدث يا كرار من لدموعنا اجرى يوم بالحبل قادوك عجب ما ساخت الغبره طلعت فاطم الدافع قنفذ والرميده ولي تاليها الشجاني وزاد همي وهيج الغمي وارخص غالي دموعي واجرى من الجفن دمي يوم صاحت الزهراء خلوا عن ابن عمي صاح الرجس بغلامه ولك بالصوت رد له ولوعها روعها وهتنادي لفرع واشتكي لله بكل اللي علي سادي لو خلوا علي الكرار لتيتمون اولادي تمشي والعصا ولاه تتلوى على يده من ضرب العصا ما ظل حال الها ولا ظل حال
لمن ماتت بغصتها أوالي وما يفيد الوقت غسلها علي بيده شيعها ودفنها بله ورد بس يجذب الحسرة أخوية لها فعله فعلا بقيت على فراش مرضها تأن مما أصابها إلى أن قالت لأسماء بعد أن أوصت بوصاياها إني داخل إلى الحجرة بعد ساعة كلميني وإل فإن أجبت وإلا فاعلمي بأني لحقت بأبي دخلت إلى حجرتها توجهت إلى ربها تقول أسماء بعد ساعة ناديتها يا بنت رسول الله كلمي يا بنت من حمل إلى السماء جاوبيني فما سمعت لها صوت تقول دخلت عليها كشمت الرداء عن وجهها وإذا بها قد مدت يديها ورجليها وغمضت عينيها عرق جبينها وسكن أنينها وانقطع نفسها وفاضت روحها رحم الله من لا دوى سيدته أيوا بنت محمدا أيوا مصيبتا عظم الله أجوركم خرجت من عندها وإذا بالحسنين قد أقبلا حينما دخلا على فاطمة بعد أن حاولت أسماء أن تمنعهما من الدخول دخلا على أمهما جلس كل واحد إلى جانب أحين دخلوا على الزهراء عاينوها مددا نايمة نومة الموتى أساد ماهم وسا بالمصلى والقلب مسدل عليها الردى جلس كل واحد إلى جانب الحسن ينادي أمه أنا الحسن كلميني الحسين ينادي أمه أنا الحسين جاوبيني فما سمع لها صوت كشف الرداء عن وجهها وإذا بها قد مات أيوا سيدتاه ومصيبتاه خرجا من الدار وهما يبكيان سمع أمير المؤمنين بكاؤهما وإذا به سقط لوجه الأرض وهو ينادي نفسي على زفراتها محبوسة يا ليتها خرجت مع الزفرات لا خير بعدك في الحياة وإنما أبكي مخافة أن تطول حياتي اجعلي شال ذاك الجثمان الطاه بالليل بالليل ها بعد أن نامت العيون هدأت الأصوات إجا أمير المؤمنين يغسل الزهراء خلاها على المغتسل دموع تجري على خديه يقول وإذا بزينب ها تسمع أبوها يغسل تسمع أبوها يغسل والبكاء قد ارتفع يوم اللي ارتفع بكاء أمير المؤمنين لسان الحال ايش قالت الأبوها تقل لي اللي تغسل الزهراء ودمعاتك على الخدين
قل يا ابو يا بهون غسلها ترى منها انكسر ضلعين. تقل يا وصل مختار يا الحاوي الى علومه. يا ابو يا بهون غسلها البتول امي المهضومه. ترى منها انكسر ضلعين ومنها العين ملطومة. تقل بعد اريد اوصيك يا ابويا لو بعد تدري دم اللي بصدرها يسيل وقف لو بعد يجري. شال جثمان الزغرة وخلى على المغتسل وبعد أن غسلها خلاها على السرير وشال النعش يوم اللي نامت العيون وهدات الأصوات وأقبل بها إلى ملحودة قبرها. لكن لا تسألني وين صاير قبر الزهر. بالليل بالليل شال الجسد بالليل أنزلها في ملحودة قبرها. آه جلس عند القاب ولسان الحال قلها يا مغيبة عن عالتك تحت الترايب قومي وشوفي راس ابو الحسنين شاي. بعدك يا زهرة حلت علينا المصايب ضيعوا يتامى ضيعوا شماتة وعيلتك بالدار يبجو. اقلها كل ما قلت باسل للحسن صيح لي حسين فرت وراية تحب فخر النساوي وتصيح وديت البتول يا علي وين. ومن تنتحب زينب تخلي الكل محزون. هذا يقل للوطن ما ردت امي. هذا يقل للوطن ما ردت امي. وهذا يكفكف دمعته وينوح يمي ونحمة غريب الغاضرية تزيد لهمي. من ينتحب يخلي الكل محزون. شو يقول الأخوه يصيح وين اللي تخلينا بحجرها وين اللي تخلينا بحجرها. يا ما شالتنا على صدرها يا ما على الدرعان شالتنا ونمتو. قالت لعلي انت الان قاعد عند القبر لكن زينب لوحدها في البيت. علي روحي لزينب لا تخليها لوحدها. آه بيده نزع العمامة وفوق القبر خلاها وصاحب صوت يا بنت المصطفى طاها. ترى زينب بهالليل تراه ما حد وياه. ما خلاها لوحدها رجع إليها ويوم اللي شافت أبوها أبا علي وين وديت أمي الزهر. قال لها يا بنتي للمقابر راحت امك وهاي المصايب تلوح يمك. صرخت وفاطمة اقول علي ما خليت زينب الوحد هذيك الليلة ليلة 11 وينك عن زينب. وهي تنظر الى اجساد بلا رؤوس إلا وإذا فارس أقبل عليها ضيق اللثام على وجهه. صاحت شل منعك ما جئت يا منجي العذراء خايف تشوف حسين
صبرا شحال الذي شافه شمر جاله قالت شل من لعك ما جيت يوم اللي اندهينا لو ما سمعت اصواتنا يوم انتخينا قالها يا بنت ما خف حالي تصعب علي يا علي بهاي المسية دارك بعد بنت النبي وحشة وخالية دارك بعد بنت النبي وحشة وخالية تصعب علي يا علي بهاي المسية دارك بعد بنت النبي وحشة وخالية دارك بعد بنت النبي وحشة وخالية دارك بعد بنت النبي وحشة صافنا أبو الحسن في داره بدهشة ويعاين البيت الذي أصبح بوحشة والعين متروسة دمع تهمي على رمشة على البتولة فاطمة الزهرة الزكية على البتولة فاطمة الزهرة على البتولة فاطمة الزهرة أما الحسن وحسين ما يخفاهم الحال زينب وأم كلثوم منهم هالزمن نال فقدوا حنان الوالدة وهم لسه أطفال ما يعرفون الموت واش تعني المنية ما يعرفون الموت واش تعني المنية أهوى ويلي على الزهر البت أهوى ويلي على قل أهم الحسن وحسين ما يخفاهم الحال أما الحسن وحسين ما يخفاهم الحال زينب وأم كلثوم منهم هالزمن نال فقدوا حنان الوالدة وهم لسه أطفال ما يعرفون الموت واش تعني المنية على البتولة فاطمة الزهرة الزكية على البتولة فاطمة كل من يشوفك يا علي بهالحال مكسور لا ما يصدق انك الفارس المشهور قاهر بن ود البطل هالليلة محزون جالس من حلاية عم الفاطمية جالس من حلاية عم الفاطمية قاعد يسليهم وجمرة هالفقد بيه منا فقد بضعة أبو القاسم يسليه منهم فقد بضعة أبو القاسم يسليه يتماسك بساعة ويبكي غصبا عليه خايف على الأيتام من نار الأذية خايف على الأيتام من نار بس ينظر بعين العقيلة زينب تنوح ينظر مدامحها على الوجنات مسفوح والله تكاد من الجزع تطلع له الروح كل ما جزع يذكر من الزهرة الوصية كل ما جزع يذكر من الزهرة الوصية تقل لا يا ابن عمي وحق كسرة الضلعين
لا تخلي ايتامي تحس بسطوة البين، نشف مدامع زينب وانتبه لحسين، حاسب على قلب الحسن من هالرزية، حاسب على قلب الحسن من هالرزية، لن ينتبه من هالحلم ودموعه ردود، ما يعلم بحاله سوى الخالق المعبود، هيهات والله من القبر بنتنا بتعود، هيهات والله من القبر بنتنا بتعود، ذبلت من الأحزان هالوردة السنية، ذبلت من الأحزان هالوردة السنية، لا ما تعود يا علي سكنت لحدها، تعود على الأحزان يا حدر بعدها، شان انت والله بمعجزة منك تردها، وانت اللي خلت الشمس ترجع مضية، نادي يا ابو الحسنين يا شيعة ارحموني، وعن فاطمة واللي جرى لا تسألوني، بس لو سمعتوا نايحة عليها اذكروني، كل حزن في قلب البتولة صار بيا، كل حزن في قلب البتولة صار ولي، ولو انا قلت اللي جرى عليها من الغم واللي حصل لها اظن والله تموتون، ما يقدر الشيعي المحب ومن الله العون، والامر هذا من النبي واجب علي، والامر هذا من النبي واجب علي، اهوى ويلي على الزهر البت، اهوى ويلي على اهوى ويلي على الزهر البتول، اهوى ويلي على. اللهم صل على محمد وآل محمد بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها، وسر المستودع فيها، صل على محمد وآل محمد بعدد ما حاط به علم، وصل عليهم أجمعين. اللهم ومن على جميع المرضى بالصحة والعافية يا رب العالمين، اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأرحامنا ولمن وجب حقهم علينا من المؤمنين والمؤمنات من كان في مجلسنا هذا طال الحاجة، اللهم اقض حاجته وحوائج المحتاجين، اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، ادفع عنا البلاء والوباء بمحمد وآله الطيبين الطاهرين، اجعل هذا البلد آمنا وسائر بلاد المسلمين، إلى أموات المؤسسين والحاضرين وأموات المؤمنين والمؤمنات، سيما إلى روح الوالد العزيز المقدس الشيخ عبد الرسول البصارى، ولمن مات على الإيمان، بلغ اللهم الجميع ثواب المباركة الفاتحة مع الصلوات.